جماعة احنا لو شفنا واحد عمال يخبط دماغه في الجبل بتعمل ايه يا عم؟ بيقول لك انا عايز اعدي. طب يا عم، طب ما تلف من حوالين الجبل، لازم تخبط دماغك فيه؟ هنقول عليه طبعا مجنون. كذلك التعامل مع الشهوات اللي ربنا حطها فينا لازم يكون بنفس الطريقة. الشهوة حاجة فيك، فانت ما تخبطش دماغك في الجبل وتقول انا هعدي. طب الحل ايه؟ الحل هو سد الذريعة زي ما ربنا قال لك. ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. طب لو ما غضوش وقال لك انا والله بنظر نظرة عامة والنظرة العامة ما فيهاش مشاكل، خلاص استحمل بقى اللي انت ايه اللي هيحصل لك واللي هتقع فيه. ما ترجعش بقى ايه تصوت بعد كده وتقول ايه انا مش عارف انا حصل لي ايه وانا مش عارف ايه. فهو ربنا قال لك لف من حوالين الجبل ما تخبطش دماغك فيه. وفايدة جميلة قوي من سورة البقرة، ربنا يقول فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار، قال لهم ودي من رحمة ربنا ان انا ايه هبتليكم، هيبتها في ابتلاء جاي اللي هو ايه النهر. قال لهم اللي هيشرب منه مش مني، اللي هيشرب منه مش مني، واللي هيشرب اللي هيشرب منه مش مني، واللي مش هيشرب ده مني، الا من اغترف غرفة بيده. عندنا المشهد دلوقتي بقى عامل ازاي؟ عندنا في ناس نزلت شربت وخلاص، دي خلاص يعني الموضوع انتهى بالنسبة لها. ناس تانية قالت لا انا مش هنزل اشرب خالص. ناس تالت قالت انا معايا رخصة، انا ممكن انزل اخد غرفة بس اللي ربنا قال عليها دي، او اللي هو قال لنا عليها طالوت، وارجع تاني على طول. الناس اللي نزلت خدت غرفة بايديها ما استحملتش، الغرفة اللي خدتها كملت وفضلت مع الناس اللي شربت من النهر وما رجعتش. فالموضوع محتاج تعامل شوية بذكاء، مش موضوع ان انا اخبط دماغي وخلاص. اتعامل زي ما ربنا قال لك، سد الذريعة وبلاش تخبط دماغك في الجبل.